اخر حاجه خدناها المره اللي فاتت بدانا في الكورس وقلنا محتويات الكورس ايه، تمام، وقلنا ايه اللي هيتشرح في الكورس، ونهينا بعمليه تسطيب الاندرويد. سطبتوه؟ طب تمام، كله تمام وشغال. وانت ليه؟ انا نزلته بس مسطبتوش. يا راجل كنت سطبه عشان دينكس. خالد واشتغل. طب مية مية. نزلت بس ناس من الاكتئاب. دي اس دي جي. طب سطبه من ساعتها ولا لسه؟ تمام. انت ما انت مش لاعب. طيب انا نزلت بس التصفيق في الاس دي جي. شيل النسخه، شيل النسخه احسن. صدقني النسخه التن وحشه، خصوصا ان طول بقى السنه دي انا عماله تعمل ابديت لنفسها، فما كانتش كانت لسه مش نزلت تريل. انا نزلت التن دي اسبوعين ثلاثه وشلتها، كانت بتبوظ لي كل حاجه، موقفه لي كل حاجه على فكره. فشلها. اتفضل. فبدأنا في الاندرويد وبدأنا ازاي تسطب. عايزين نبدأ نعمل اول بروجكت. طيب ونبدأ بقى نشرح ليه ايه فكر الاندرويد والكلام ده كله. طيب اول حاجة خلينا نشتغل على اندرويد 3.0 احسن الجديد. فتحنا الاندرويد، انا فتحت بس الجديد الاول اللي هو 3.0.1.3، بس احنا عندنا الاثنين متسطبين، فعلشان كده ايه فتحته مرتين. فهقفل ده. طيب كويس. فايل نيو بروجكت، اول حاجه تطلع لك الشاشه دي، سمي الابلكيشن بتاعك، سمي الابلكيشن بتاعك، سميه سكول، سميه مودرن اكاديمي، سميه ام تي اي، مش فارقه معايا الاسم حسب ما انت تسميه. واحد بيعمل على المدرسه يعمل سكول، واحد بيعمل على العياده يعمل كلينيك، تمام. طبعا وانت بتسمي دايما في البرمجه ودخلت مجال البرمجه، ابعد عن المسافات، وابعد عن انه يبدا برقم، وابعد عن انه يكون كلمه من كلمات، ابعد عن انه يكون في سبيشال كاركتر، وابعد طبعا عن العربي. لما دخلت مجال البرمجه وانت بتسمي اي حاجه، ما ابدا اقول لك سمي على طول مسافات، لا سبيشال كاركتر، لا اللي هي رموز خاصه، تمام، سواء اندر سكور، سواء داش، سواء دوت، علامات في الميه، علامات برسنتج، كل الكلام ده الغيب، تمام. طبعا عربي لا. طيب ده تسميه. بعد كده هنا عندك حاجه اسمها كومباني دومين. الكومباني دومين هنا بيتقال عليها في الاندرويد اسمها باكج نيم. ايه الباكج نيم ده؟ المشروع بتاعك كله تحت حاجه اسمها باكج نيم، عشان ممكن تعمل اتنين بروجكت تحت باكج واحده. طب اغيرها ولا اسيبها؟ هي اولا بتاخد اسم الجهاز بتاعك، بتاخد اسم الجهاز بتاعك، يعني الجهاز بتاعي اسمه ياد، تمام، ياد دوت اكزامبل دوت كوم. طيب اول ناس بتقرا دوت كوم ومش الكلام ده كله بتقول لك نت، لا ولا لها اي علاقه، ولا لها اي علاقه. لو شلت الكلمه دي وكتبت خالد محدش هيقول لك حاجه، تمام، ولا نت ولا مش نتايه ولا الكلام ده كله له علاقه بيها، خدت بالك؟ طيب امتى غيرها؟ لو حضراتكم الثلاثه شغالين مع بعض في بروجكت واحد، يبقى انتوا الثلاثه تكونوا علامات الجينيم واحده، تمام، انتوا الثلاثه عشان اقدر انقل ملفات منين؟ من دلده. اما لو ما غيرتهاش خلاص سيبها على نفس البروجكت دي، بيسموها باكج جينيم. طبعا ده المكان بتاع مين؟ بتاع البروجكت. هيتسيبوا فين؟ احنا هنسيبه فين؟ انتوا كنتوا اندرويد 18 صح كده؟ هو ده صح؟ ماشي تمام. وهعمل فولدر كده اهو اسمه ابلكيشنز. طيب بيقول لك بلاش يكون اسم الفولدر في وايت سبيس، المسافه دي بلاش. هو كمان الاندرويد يقول لك الحركه دي ممنوعه، مش ممنوعه، هتعمل لنا مشاكل. خلاص يبقى احنا تجنبا للمشاكل فين اندرويد 18.7؟ وير وير الغي دي، ماشي. نيكست. قبل نيكست هنا بيقول لك الاندرويد في ميزه، لو انت عاجبك كود مع واحد زميلك وزميلك ده عنده كود، الكود ده بيعمل حاجه معينه وعجبتك، تقول له ما تديني الكود، يقول لك يا ابني انت شغال جافا وانا الكود عامله بالسي بلس بلس، لا هات الكود من ملف السي بلس بلس ويتحط جوه الاندرويد شغال عادي جدا.
الاندرويد بيسبورت ملفات مين؟ لو عايز. طب لو في كود عاجبك مكتوب بالكوتلين ينفع تاخده وتحطه جوه الاندرويد اللي معمول بالجافا ويشتغل عادي جدا، مش لازم تعمل له كومبايلر وتترجمه لجافا. لا دي ميزه مش موجوده في ولا برنامج، يعني الفيجوال ستوديو انت شغال سي شارب تمام، لو عجبك كود معمول بالسي بلس بلس يقول لك لا حوله سي شارب وهات اشتغل بيه. لا هنا يقول لك ولا تاخده زي ما هو من صاحبك اللي شغال سي بلس بلس وحطه عندك هيشتغل. طبعا لو علمت على انكلود سي بلس بلس او كوتلين. نيكست بيقول لك الابلكيشن ده يشتغل على الفون والتابلت. اكيد قال لك الفون والتابلت يا خالد في فيرجن الاندرويد، فيرجن الاندرويد اللي هو زي عامله زي بالظبط ايه نسخ الويندوز بتاعه الويندوز على الكمبيوتر. الويندوز فيه 7 و8 و10، عندنا في الاندرويد هنا لا اسماء اكلات كتكات مارشميلو لولي بوب تمام ايس كريم اخر حاجه اوريو فينو جات. دي البلاتفورم او السوفت وير بتاع ايه انظمه تشغيل الاندرويد اللي هي الاوبريتنج سيستم او انظمه تشغيل الاندرويد. انت هنا عايز تشغل الابلكيشن بتاعك على انهي فيرجن؟ واحد يقول لك بس خليه اوريو اعلى حاجه. اعلى حاجه معناها كده الابلكيشن بيشتغل على اعلى حاجه اوريو صح؟ مين الموبايلات اللي بتصدق اوريو؟ الموبايلات العاليه. لو موبايلات قليله بتصدق اوريو؟ لا، يبقى انت كده بتخاطب فئه معينه من المجتمع. وما تجيش تقول هو الابلكيشن بتاعي مش منتشر ليه؟ ما هي الناس بتسطبه ما بيشتغلش عندها عشان الابلكيشن عشان الموبايل بتاعك قليل وانت قايل اشتغل على اوريو. فطبعا لا، يبقى انت كده خاطبت فئه معينه. بص لما تختار اوريو بص كام في المية من الناس؟ 1%. يبقى لما بتيجي تختار الابلكيشن ما تقولش ان انا اختار فيه حاجة جديدة. لا، ده انت تختار حاجة مشهور تشتغلها. طيب ودايما عندنا في حاجة في الكمبيوتر تقول لك ايه؟ الجديد يشغل القديم، بس القديم ما يشغلش الجديد. يعني لو انت عندك اوريو وانا عامل الابلكيشن على كتكات يشتغل. بس لو انا عندي كتكات وانت عامل الابلكيشن على اوريو انا ما اعرفش اشغل. خدت بالك؟ فدي خد بالك من الحته دي. طيب اشهر حاجه عندنا كيت كات. بص كام في الميه؟ 90%. 90% ده اشهر حاجه عندنا. فعلشان كده يقول لك ايه؟ دايما لما تيجي تعمل الابلكيشن دايما بتوع الموبايل ابلكيشن بيعملوا تسويق. فتسويق من مصلحته ان الابلكيشن ينتشر. لما انت كده بتخاطب ناس معينه وقليلين يبقى مش هينتشر. يبقى انت كده لما كده الابلكيشن بتاعك هيشتغل على مين؟ كتكات فيما فوق. وكتكات نازل لها اصدارات اي بي اي 19 زي ويندوز 8.1 64 32 تمام. اي بي اي 19 ده احسن ايه؟ احسن فيرجن بينزل فيه. طيب كده انت قلت الابلكيشن بتاعك هيشتغل على كتكات زي ما انت شفت من شويه خلاص. لو قلت اوريو لا يبقى انت كده بتخاطب ناس معينه. واخد بالك ساعات الفيسبوك ينزل ابديت تمام، تيجي تعمل ابديت الفيسبوك تلاقي ما حصلش تغيير، اصحابك عمل لهم تغيير، تلاقي ليه؟ بسبب فيرجن اندرويد بتاعك قليل، هو ما نزلش ده. انت واخد بالك بسبب كده. فهو انت بتخاطب الابلكيشن او بتبني ابلكيشن ابنيه على اقل مستوى عشان اعلى مستوى ينفع شغل، والناس برضو اللي عامل موبايلات عاديه يشتغل عادي تمام. طيب في ناس تقول لك انا عايز الابلكيشن بتاعي يشتغل على الوير على الساعات. تعمل ابلكيشن للساعات، عارفين ساعات السامسونج؟ اهو الاي بي اي كام؟ هتلاقي الاي بي اي بقى بادئ من قليل، ليه؟ الساعات بدات بعد انشاء الموبايلات بكتير. صح ولا غلط؟ فهتلاقيها بدات ايه؟ من الفيرجنات القليل الايه؟ البعيده شويه. تمام؟ بعد كده في ناس تقول لك ايه؟ اشغل الابلكيشن على التي في. على التلفزيونات اللي هي سمارت تي في اليومين دول. بتاع توشيبا والكلام ده وال جي وسامسونج عاملين لابات او سوري شاشات تلفزيون نظام اندرويد، تعمل ابلكيشن يشتغل على التلفزيون لو انت عايز كده تمام. طبعا انت بتخاطب مين؟ الفون والتابلت. انت كل شغلك فيه فون وتابلت. اندرويد سينجس، طبعا اندرويد سينجس دي نازله جديده بقى لها سنتين دي او سنه ونص، اللي هي نازله في كل الاجهزه. اندرويد سينجس دي مش عارف يمكن قلتها قبل كده، في حاجه نزلت من المانيا اسمها انترنت سينجس. كان جالنا دكتور في الجامعه في مؤتمر عندنا في الجامعه، دكتور الماني كمان تمام، بس هو كان بيعرف يتكلم عربي. فراح قال لك ايه الانترنت سينجز دي كانت السنه اللي قبل فاتت، السنه اللي فاتت او اللي قبلها، كان بقى سنتين بالظبط. عملوا ايه؟ قال لك المانيا ما بتعتمدش على البني ادم في حاجه. قال لك الاعتماد على البني ادم دي عمليه فاشله ودي حاجه طبيعيه فعلا تمام. انا النهارده لما اجي اقول لك راقب لي زيت الموتور
اول يوم هتراقبه، ثاني يوم هتراقبه، ثالث يوم هتنخفض، صح وغلط، والدنيا بتبوظ بسبب اهمالنا وبسبب عدم متابعتنا. العمارات بتقع بما شايفين الشرخ في العماره وشايفينه بعينينا، يقول لك يا عم ماشي ده عادي، والعماره تقع بسبب كده. فهم يقول لك لا انا ابعد عن البني ادم في الحته دي. طب اعمل ايه؟ راح قال لك استخدموا حاجه اسمها انترنت سينجز. ايه بقى الانترنت سينجز دي؟ اللي هي شغال بقى الاندرويد سينجز. قال لك عندك اول ما بداوها بداوها في ثلاث مجالات، الاجهزه الكهربائيه والطب والاساس، اساس اللي هو البناء المباني والانشاءات. مسكوا الاجهزه الكهربائيه عملوا غساله تمام وثلاجه، الثلاجه دي ما بتتباع في كارفور. اول ما بتجيب الغساله تمام حضرتك اول حاجه بيسال عليها الفني شبكه الواي فاي ايه؟ اول حاجه بيسال عليها يقول له شبكه الواي الواي فاي اي، يقول لك اديني الباسورد. ليه يا عم؟ عشان هشبك الغساله على الواي فاي. طب ليه؟ قال لك عشان اي عطل بيحصل بدائي بيبدا تعطل حاجه، يعني السير بيبدا يا دوبك هيصفر تمام، اوتوماتيك الغساله تبعت اوردر للمركز الهندسي ده عليه غساله، تلاقي الراجل اللي بيجي يقول لك يا فندم الغساله بتاعت حضرتك بدات تبوظ لاجينا بنصلحها قبل ما يحصل فيها حاجه. خدت بالك؟ ده فكر الانترنت سينجز، بيبعت الحاجه قبل ما يحصل لها حاجه، يقول لك عايز تحافظ على حاجه تابعها، صح ولا غلط؟ حتى احنا كده تابعها وحافظ عليها قبل اول ما حاجه تبدا تبوظ، لا الحق صلحها عشان ما تغيب ما توصلش. عاملين ثلاجه بتتباع دي في كارفور ب 176,000، ما تشتريهاش يعني. الثلاجه دي اول ما بتجيبها برضه بيسالك على شبكه الواي فاي، بيقول لك ايه الثلاجه دي؟ اول ما بتجيبها كده تروح حاططها في الركن، طبعا دي 13 ركن، دي ممكن تمسك المدام ترميها بره وتحطها مكانها تمام؟ دي تحطها في ركن تمام؟ اول حاجه برضه بيسالك الواي فاي، الثلاجه دي فيها ايه بقى؟ بتحدد كل نوع اكل ما يقلش عن كام؟ عن كام كيلو؟ يعني الفراخ ما تقلش عن 5 كيلو عندي في الثلاجه، الطماطم ما تقلش عن 6 كيلو، الخيار ما تقلش عن 3 كيلو، طب لو قلت عن الحد المسموح الغساله الثلاجه اوتوماتيك تبعت اوردر للسوبر ماركت يجيب الحد اللي يكفي الحد المسموح. انت قايل اقل حاجه 10 كيلو والفراخ عندك 6 يبقى في 4، يروح جايب يطلب 4. طبعا بتبقى في ويب سيرفيس متصله مع مين؟ مع السوبر ماركت. تلاقي الباب بيخبط يقول لك الثلاجه طلبت، تقول له الثلاجه عليا. خدت بالك؟ دي موجوده في كارفور اسمها تبع سامسونج. ده فكر مين؟ انترنت سينجز، معتمدين على الحته دي برضه. في فكره على فكره حتى برضه العربيات البي ام دبليو والمرسيدس لما تبدا حاجه تبوظ بيبعت الامر الصناعي للشركه، تلاقي الشركه بتكلمك يقول لك على فكره تيجي الفرامل قرب يبوظ الحق غيره، هم بيبقوا عارفين يعني هي اوتوماتيك متصل بالامر الصناعي البي ام والمرسيدس تمام. برضه راحوا عاملينها في حته المباني، قال لك مسكوا كل اساسيات العماره اللي هي اسمه ايه سقف اعمده قمر، دي اساسيات العماره. راح مسكوا العمود قال لك حط فيه سنسور على المدى الطويل، السنسور ده بيقيس مدى استقامه العمود، اول لما يميل سيكه يروح بقى للمكتب الهندسي يقول لك الدور الفلاني العمود رقم كذا بدا يميل، الحق بتطبع على فيه. برضو مستخدموها في الطب، حطوا قال لك بجربوها مع الناس اللي عندهم السكر، ناس عندهم السكر ربنا يعافينا ويعافيكم، او دايما يقول لك ما تسيبهمش لوحدهم عشان ممكن ايه السكر يزيد يعني طب ساكت يموت فيه، يا اما تلحقوا بحقنه او ابره الانسولين، صح غلط؟ راح قال لك جابوا جهاز فيه انسولين، الجهاز ده بيتركب جنب البنكرياس، الجهاز ده هو بيقيس نسبه السكر في الدم، تزيد تعلى اول ما تزيد عن الحد الطبيعي او تعلى عن الحد الطبيعي اوتوماتيك تضخ هي انسولين في الدم، مش محتاج حاجه بقى. ده فكر الانترنت، ان كل الدنيا مش معتمده على معتمده على التكنولوجيا، المتابعه مش من البني ادم، انا ما ينفعش اقول للبني ادم تابع لي حاجه، وانا قلتها لكم لو جيت قلت لك تابع لي الكمبيوتر ده هتتابعه يوم في الثاني في الثالث الرابع هتنفض وهتسيبني، صح ولا غلط؟ لا طبعا الكمبيوتر ما فيهوش الكلام ده، الكمبيوتر دايما متابع، دايما متابع، اول لما يحس بغلط اوتوماتيك يبعت. ده فكر الانترنت سينجز، الاندرويد سينجز ده بيشتغلوه بيستخدموه في الاجهزه الكهربائيه تمام، التلفزيونات والغسالات، لا مش تلفزيونات، الغسالات اللي هو ايه مش ابلكيشن انت بتشوفه، ده ابلكيشن بيعمل عمليه في حاله حاجه معينه، خدت بالك؟ اما كل الموبايلات اللي انت بتشوفها الابلكيشن انت بتشوفها ابلكيشن انت شايفها بعينك وبتفتحها، صح ولا غلط؟ طيب احنا طبعا بنفوكس على ايه؟ فون وتابلت، بنحدد هنا شنو ده نوع الموبايل اب او البلاتفورم اللي هتسطب عليه الابلكيشن. طبعا هنا انت زي ما قلت لك النسخ او السوفت وير بتاع اندرويد زي الويندوز، ويندوز 8 10 7، بس هنا عندنا باسماء اكلات مارشميلو كيت كات اوريو نوجات كده. لما تيجي تبني ابلكيشن ما تقولش ابني على احدث حاجه، لو قلت احدث حاجه كده بص انت بتخاطب كام في الميه من المجتمع؟ 1%،
يبقى انت كده بتخاطب ناس معينه، الناس اللي معاها موبايلات عاليه. لا، طب ما انت كده بتعمل تسويق للموبايل بالابلكيشن بتاعك، فانت محتاج ناس كتير تسطبه. فعشان كده يقول لك ايه اشهر الانواع اي بي اي 19 كيت كات، شوف كام في الميه؟ 90%. خدت بالك؟ وطبعا زي ما لسه كنت قايل لهم، الجديد يشغل بس القديم ما يشغلش الجديد. يعني انت لو عملته على اوريو وانا كيت كات ما اشتغلش، بس لو انت عامله كيت كات وانا اوريو شغال. تمام؟ نيكست. وطبعا الوير دي لو شغاله وتعمل ابلكيشن للساعات، التي في التلفزيونات والاندرويد سينجل زي ما حكيت لك من شويه. نيكست. طبعا احنا بنفوكس على الفون والتابلت. نيكست. طيب الشاشه في الويندوز ابلكيشن او الديسكتوب، تمام، بيتقال عليها فورم. حتى لما خدت اوبجكت اورينتد جافا كنت تعمل جي فريم، تمام، الفورمه دي بيتقال عليها فورمه. طب لما بتدرس ويب، تمام، لما خدت ويب مع دكتور حافظ طلع عليها بيج، صفحه. تمام. الشاشه عندنا في الاندرويد بيتقال عليها اكتيفيتي. انت لما بتفتح الفيسبوك يا خالد بتقول ايه؟ انا فتحت صفحه الفيسبوك. تفتح جوجل بتقول صفحه جوجل. تمام. لما بتفتح شاشه من الشاشات دي بتقول انا فتحت شاشه البروبرتيز، صح؟ ده بيتقال عليه شاشه. اما لو فتحت كده صفحه ويب بيتقال عليه صفحه. اما الاندرويد الصفحه بيتقال عليها اكتيفيتي، ولا تمس كلمه نشاط باي صله. محدش ترجم ترجمه حرفيه في البرمجه، يتقال عليها اكتيفيتي. تمام. يبقى الشاشه عندنا بيتقال عليه اكتيفيتي. عندنا كذا نوع من الشاشات. اول نوع امبتي، شاشه فاضيه خالص زي ما انت شايف كده، شاشه فاضيه خالص امبتي، وانت اللي بتبنيها من الزيرو. تاني نوع بيزك اكتيفيتي. بيزك اكتيفيتي شبه دي، حضرتك لما تفتح الماسنجر كده بتاع الفيسبوك او الواتساب، شايف الايكون الزرقاء دي؟ الايكون الزرقاء دي بيسموها فلوتنج اكشن باتون. لما تدوس عليها ممكن يعمل حاجه، تختار اختيار معين ويعمل امر معين. دي بيسموها فلوتنج اكشن باتون. حتى هي موجوده في الواتساب، موجوده في الواتساب من الجنب اهي، صح؟ فلوتنج اكشن باتون. طيب عندك الاكتيفيتي الثالثه اللي اسمها بوتوم نافيجيشن. بوتوم نافيجيشن اللي موجوده تحت في الماسنجر بتاع الفيسبوك اهي، لو دوست على كل واحده بتفتح لك حاجه جديده، صح؟ اكن اكتر من شاشه في شاشه. طيب عندك اكتيفيتي اسمها فول سكرين. فول سكرين معناها ان حضرتك لما تفتح الابلكيشن كده بصوا، تمام، شو بيخفي الساعه بالتايم بالشبكه، دي اسمها فول سكرين. في ناس تقول لك انا عايز الابلكيشن بتاعي يبقى فول سكرين، مش خافي ايه الساعه والوقت والكلام ده كله والشبكه. الاكتيفيتي ديت اسم بتاع جوجل ادس. ساعات لما تفتح ابلكيشن تلاقي اعلانات ظاهره في وسط الشاشه كده رخمه، ترى تقعد تقفلها، دي اسمها جوجل ادس، اعلانات جوجل. طبعا دي اكتيفيتي مش محتاجه شرح. اكتيفيتي مين؟ الماب. تمام. ازاي بتاعت اوبر وكريم. دي اكتيفيتي اللوجن اللي فيها اليوزر نيم والباسورد. دي اكتيفيتي ماستر ديتيلز. ماستر ديتيلز دي شكلها عامل كده. الماستر ديتيلز دي شكلها عامل كده، اللينكات هنا، ادوس على اللينكه يظهر التفاصيل هنا، ادوس على اللينكه تظهر التفاصيل هنا، وثابته كده. القايمه دي ثابته والقايمه دي ثابته. قال لك ديت ما تنفعش غير في التابلت، الحاجات العريضه بذمتك الموبايل قدام عينك اهو، هتقسمه نصين ازاي؟ مش تيجي غير كده، صح ولا غلط؟ ودي ثابته ودي ثابته، يعني يا ريت بتتحرك. لا، فدي ما تنفعش غير مع التابلت، الماستر ديتيلز دي. نيجي بقى لعكسها، دي بقى دي اللي مشهوره اللي موجوده في الجوجل بلاي ستور، اللي هي دي يا جماعه، المنيو اللي على الشمال دي. المنيو اللي على الشمال دي اللي مشهوره دايما، ثانيه واحده اهي، ولو دوست في اي حته تختفي. المنيو اللي على الشمال بتيجي من على الجنب دي، دي موجوده في الجوجل بلاي ستور، دي مشهوره. تمام. بعد كده عندنا واحده بتاعت السكرولنج. السكرولنج اللي ايه؟ كلام كتير في الاكتيفيتي وانت عمال ايه تنزل وتطلع. تمام. دي السيتنج اللي فيها تشيكات، شغل كذا واطفي كذا، شغل كذا واطفي كذا، اللي هي زي اون واوف. دي التاب، اخر اكتيفيتي نزلت مع الاندرويد، ونزلت مع فيرجن 2.3.3، واول لما نزلت الواتساب على طول بعدها بيومين عمل ابديت لنفسه على طول استخدمها الاكتيفيتي دي. قال لك لا،
دي بتاعت الجاليري صح؟ لا انا اقصد ده هي بقى. تمام؟ دي الاكتيفيتي اللي اخر اكتيفيتي نزلت من مين؟ من الاندرويد، راح الواتساب عمل ابديت لنفسه بيها على طول. دي بيسموها التبدا اكتيفيتي، احدث اكتيفيتي نزلت لحد النهارده. ما نزلوش حاجه بعد كده. كل ده هنتعامل معاه، كل ده بتسمى اكتيفيتي. هل الابلكيشن الواحد ممكن يكون فيه اكتر من اكتيفيتي؟ اكتر من نوع. ينفع اوبر في الحركه دي، وفي تابات، وفي الماب، وفي لوجن، وفي ريجستر، كل الكلام ده موجود. يعني ممكن الابلكيشن واحد يكون فيه اكتر من نوع اكتيفيتي، بس اهم حاجه سمي بمسميات الاندرويد اكتيفيتي اللي هي شاشه. نيكست. كل اكتيفيتي بتنزل ليها اسم، بس قبل ما يكون ليها اسم ليها نوعين من الفايل. نوعين مش فايلين، نوعين. اي اكتيفيتي بتنزل ليها نوعين من الفايلات، ملف جافا اللي هو ملف البرمجه، وملف التصميم اللي اوت. دائما وابدا، دائما وابدا ملف الجافا واحد. دائما وابدا كم ملف جافا للاكتيفيتي اللي هو ملف البرمجه، اما ملف التصميم حسب نوع الاكتيفيتي. ايه هي انواع الاكتيفيتي اللي لسه قعدنا نحكي عليها؟ ايه عارف دي ليها ملف واحد تصميم، عارف دي ليها اتنين، عارف دي يا شباب، عارف دي ليها سته، ست ملفات تصميم. يبقى ملفات التصميم حسب نوع ايه؟ الاكتيفيتي. اما دائما وابدا كم ملف برمجه؟ واحده. اما عدد ملفات التصميم بيرجع لنوع الاكتيفيتي. طيب هنختار اول واحده دي يا جماعه، نيكست. تمام. قال لك اسم ملف البرمجه ايه؟ اهو اسم ملف التصميم اهو. والله عايز تغير براحتك، مش عايز تبقى زي ما اسم ملف البرمجه اهو، ملف التصميم اهو، واخد بالك؟ بس دائما وابدا كم ملف برمجه؟ واحد. كم ملف تصميم؟ حسب نوع الاكتيفيتي. فينش. اول محاضرات دي يا جماعه محدش يجيب منها، اللي قاعد يقول انا مهتم وعايزين نركز ما جاش. مشكله اول محاضرات دي، انا عايز عندي تغيير في نص المحاضرات، بس في الاول دي انت بتستوعب الدنيا، بتشوف البرنامج الجديد ده ايه فكرته وايه دنيته شغال ازاي. بعد كده خلاص تبقى حضرتك بدات تحضر وعرفت الدنيا ماشيه ازاي. لو غبت في النص مش هيأثر، اما في الاول دي صعب، في الاول ده صعب الغياب جدا. هو الكورس الثاني خلص خلاص الحمد لله. ممكن ما ينفعش نعمل اكتيفيتي لوحدنا، هي بتنزل لوحدها وانا بختار منها. وانت بتختار منها. انت ممكن تختار امبتي اكتيفيتي وتبنيها انت بقى من الزيرو بقى. تحط الصوره هنا، كلام هنا، براحتك. دايما عينك تحت هنا. عينك تحت هنا. تستنى لما يخلص. كان في حد جنبك. كان في حد بقى جنبك، اسمه ايه؟ صغير. مش صاحبك يعني. صغير؟ احنا ما عندناش اصغر واحد خالد. يوسف. يوسف طيب كده خلص. تعالى بقى. عندك منيو على الشمال دي اهي. منيو على الشمال اسمها بروجكت نافيجيتور. بروجكت نافيجيتور. الناس اللي بتدرس فيجوال ستوديو اللي هي بيسموها سوليوشن اكسبلورر. هي دي اسمها بروجكت نافيجيتور. ايه طب ايه سوليوشن اكسبلورر بروجكت نافيجيتور ده؟ بروجكت نافيجيتور فيها كل ملفات مشروعك. الشاشه او القايمه اللي فيها كل ايه؟ ملفات المشروع الابلكيشن بتاعك. الابلكيشن ده ممكن يحتوي على صور اللي هي في بروجكت نافيجيتور، يحتوي على فيديو بروجكت نافيجيتور، يحتوي على اوديو بروجكت نافيجيتور، يحتوي على اكتيفيتي بروجكت نافيجيتور. والاكتيفيتي ده كام نوع من الملفات؟ برمجه وتصميم. ملفات البرمجه في البروجكت نافيجيتور، ملفات التصميم في البروجكت نافيجيتور. يبقى اي حاجه في البروجكت من ملفات، من صور، من كل الايتيمز او الكنترول فين؟ في البروجكت نافيجيتور. تمام لحد كده؟ تعالى نفتح البروجكت نافيجيتور. اول فولدر يا شباب ملف اسمه المانيفست، الاندرويد مانيفست. لغه البرمجه لغه ايه؟ جافا. لغه التصميم لغه اسمها اكس ام ال. لغه التصميم لغه اسمها اكس ام ال. كده عامله كده شبه مين؟ شبه الاتش تي ام ال. شبه الاتش تي ام ال. تمام مع دكتور حافظ، اول واحد اللي عندكم بس.
البرنس بتاع الجامعه بتاعتك. بس درسته معايا؟ هو البرنس بتاع الجامعه تمام. اهو ده ايه؟ ده هي اتش تي ام ال، هي اكس ام ال بقى، لغه اسمها اكس ام ال. كانوا زمان بيستخدموها مكان الداتابيز، مكان الداتابيز. بس لما كانوا بيسجلوا يعني ايه الداتابيز؟ فايدتها ايه؟ بنسجل فيها بيانات. لا هم دلوقتي لما فضل حاجه اسمها داتابيز لغوا الاكس ام ال، كانت معقده شويه. فهنا لغه التصميم عندنا اكس ام ال. طبعا انا مش هخليك تكتب كود في التصميم، الكود في الاندرويد دراج اند دروب. التصميم دايما في التصميم ما تتعبش نفسك، اختار على طول، اتعب نفسك في البرمجه. دايما في التصميم ما تتعبش نفسك، دراج اند دروب بشد واسحب. هو انا عشان احرك يمين اكتب كود يعمل حرك يمين ليه؟ طب ما انا امسك الماوس اهو وخلصت، خدت بالك؟ فاتعب الكود بقى اللي تضيع وقت فيه البرمجه، هو ده اللي تتعب فيه. اما عشان تقول لي اكبر الويتس واكبر الهايت بالكود، لا طبعا مالهاش علاقه. طب ما انا لو زودت كده كده خلاص خلصت يعني، واخد بالك؟ طيب ده اللي قدام عين حضرتك ده لغه اسمها اكس ام ال، تلاقيها اوامرها في تاج كده، بص كده عامله كده، كل تاج وليه قفله كده. طيب ملف المانيفست ده بقى بيعمل ايه؟ اسمك ايه يا باشمهندس؟ محمد. ملف المانيفست ده بيعمل ايه؟ ملف المانيفست ده مسؤول عن اربع حاجات، اربع حاجات. واحد، لما تحب تخلص الابلكيشن وخلاص اشتغلت وتمام وزي الفل ورحت بعتهولي على الفيسبوك، رحت انا سطبته، تحب لما بخلص تسطيب وينزل عندي باسم ايه؟ يبقى الاسم او التايتل او العنوان بتاع الابلكيشن هينزل عند الناس باسم ايه؟ مين المسؤول عن تغيير العنوان؟ ملف المانيفست. منين؟ من ليبل، الخاصيه اسمها ليبل. ايه النيم ابلكيشن؟ لما يتسطب على الموبايل حضرتك، لما تفتح الابلكيشن الموبايل عندك الواتساب، اسم واتساب صح ولا غلط؟ الاسم ده لما تعمل ابلكيشن حابب بيتغير يبقى اسمه ايه ويتسطب عند الناس باسم ايه؟ من خاصيه اسمها ايه؟ ليبل. هتلاقي دايما البروبرتيز يا جماعه والخصائص قبلها كلمه اندرويد نقطتين، قبلها كلمه ايه؟ اندرويد نقطتين. انت ما تشغلش بالك باندرويد نقطتين، انت تشغل بالك بدي. يبقى الخاصيه المسؤوله عن تغيير اسم الابلكيشن الليبل، تمام؟ الكلام متسجل الفيديو على فكره، بس براحتكم. ماشي ماشي، لا براحتكم. تمام بقول لك يعني. تمام يبقى خاص الصوت بيتسجل برضه؟ يا باشا الصوت والصوره وكل حاجه. لا انت ما خدتش الفيديو المره اللي فاتت؟ لا خدته بس ما شغلتوش لسه الصوره. لا ما شغلوه على برنامج في ال سي. في اللي هو شكل القمع ده. ايوه القرطاس. القرطاس ده بتاع مرور. تمام؟ في ال سي. تمام؟ مش هو شغال صوت عندكم؟ الصوت بس. لا صوت بس عشان شغلته على ايه؟ هتلاقيك على ميديا بلاير او كلاسيك. لا صوت وصوره. اشتغل صوت وصوره؟ شغال ايه؟ صوت بس؟ لا صوت برنامج في ال سي اهو. بص ده حتى الميديا كلاسيك على فكره. اهو ده اللي احنا خدناه المره اللي فاتت. بيبدا يحمل اهو موبايل ابلكيشن ده مشغل صوت وصوره، بس عشان مفيش بس صوره. برنامج في ال سي ده احسن واحد بصراحه، حلو جدا. بصوا طيب نكمل. يبقى اول خاصيه ناخدها في الملف ده خاصيه اسمها ايه؟ ليبل، مسؤوله عن تغيير اسم الابلكيشن. اغير فين بقى؟ قدامك طريقتين، واحد تشيل دي خالص، تشيل دي خالص وتكتب لي الاسم. شكرا كده الابلكيشن هينزل فين؟ عند الناس باسم ام تي اي. طب واحد يقول لي طب ماشي دي طريقه، ايه اللي كان مكتوب بقى؟ تعالى بقى نشوف اللي كان مكتوب. اد، اول لما تلاقي اد وراها كلمه تعرف ان الكلمه اللي وراها حاجتين، يا فايل يا فولدر. اول لما تلاقي اد وراها كلمه تعرف ان الكلمه دي يا فايل يا ايه؟ يبقى انت كده اكيد في فايل اسمه او جواه حاجه اسمها روح يا ريس. فين بقى سترينج؟ ريسورس فاليوز اهي، كليكتين مكتوب ايه؟ شايله كلمه؟ لا ايا كان مكتوبه صح ولا غلط. تمام عندك طريقتين، يا تشيلها خالص من هنا وتكتب ام تي اي يونيفرستي وتريح من نافوخك وخلاص،
يا تروح لسترنج اب نيم كده، انا بقول له روح لملف سترنج دور على حاجه اسمها اب نيم هات اللي شايلاه. طب ايه اللي يفرق بين دي ودي؟ قال لك الحركه دي كل ما تحتاج كلمه امتى يونيفرستي ات سترنج اب نيم احتجتها في 10 شاشات تكتب ايه؟ اب نيم. افرض بقى الدكتور قال لك لا يا ابني شيل لي امتى يونيفرستي واكتب مودرن يونيفرستي. تغير كم مره؟ لا مره واحده هنا. وكل اللي كان بينادي الاب ايه سترينج اب نيم اوتوماتيك خلاص بقى. يعني انا في الاول فهي بتعمل. بص اول طريقه لو عملتها كده يبقى انت كده ما اعتمدتش على ايه؟ على ملفات. انت اهو انت ما اعتمدتش على ملفات، يبقى انت كده لو كده هتستخدم في كل الشات تكتب ايه؟ الشات تكتب ام تي اي. الثانيه الثالثه العشره ام تي اي. حلو؟ جه بعد كده الدكتور قال لك لا غير لي ام تي اي اكتب مودرن. هتقعد تغير في الكام؟ في العشرة. فيهم كلهم معايا حد كده؟ اسمك ايه؟ كرولوس. فاهم حد كده؟ لو اشتغلت بالطريقه دي. طب لو اشتغلت بطريقه الملف يبقى انت كده ثبتها في مكان وبتنادي عليه. لو غيرت في المكان هتنادي على المكان الجديد على حاجه الشغل الجديد. تلاقي بقى تبص بقى 95% من اندرويد شغال بالطريقه دي. ودي طريقه الاو بي، ودي طريقه الاو بي، ان انت بتعمل مكان تحط فيه شغلك وتنادي عليه. المكان ده سميته خالد، اكتب كل مره خالد 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 خالد، غيرت في خالد كله يتغير. خدت بالك؟ طيب اهو تعالى هنا اكتب ام تي اي يونيفرستي. خلصنا. دي اول وظيفه من وظائف المانيفست. تاني وظيفه قال لك وظيفه الايكون. وظيفه ايه؟ انك تغير يا كرولوس الايكون بتاع الابلكيشن لما ينزل على موبايلاتنا باللوجو بتاع الام تي اي، زي لوجو الواتساب الاخضر ده، خد زي لوجو الفيسبوك الازرق. انت عايز تحط لوجو ايه؟ هات اللوجو اللي يعجبك. طيب من خاصيه اسمها ايه؟ اقرا كده وقول لي فهمت ايه. فولدر وبنادى عليه بالظبط. في فولدر اسمه ميب ماب وجواه حاجه اسمها دور يا عم. فين ميب ماب؟ اهو جواه حاجه اسمها ايه؟ كليك يمين عليه شو ان اكسبلورر، هفتحه جوه الهارد. اهو ميب ماب اهو. ده الصوره الطبيعيه الافتراضيه لما الابلكيشن يتصدر. لا انا عايز الصوره تخص ام تي اي بتاعتي. اهي جبنا المره اللي فاتت اعتقد صوره هنا صح باين؟ وحطيناها فين بقى؟ هات اي صوره. ام تي اي لوجو نزلناها على فكره. على فكره احنا خدنا اللينك. ماشي سيف سطبها نزلها على الديسك توب سميها بنفس الاسم اهو. حلو كده. عايز استخدمها لا ثانيه واحده بقى عايز استخدمها. قال لك واحد علشان تستخدم صوره جوه الابلكيشن بتاعك لازم تتحط جوه الابلكيشن، مش زي الفيجوال ستوديو ممكن الصوره تبقى على الديسك توب وانا استخدمها والصوره تبقى في الدي وانا استخدمها. لا الاندرويد يقول لك هات لي كل حاجه عندي، هات لي كل حاجه عندي. انا لسه كنت بتكلم بقول المره اللي فاتت قاعد يقول لازم مش عارف ايه واتاخر. ولا يهمك اتفضل. كويس ان الفيديو موجود. ماشي ماشي تمام. يبقى تاني خاصيه الايكون، عايز احط صوره للابلكيشن. قال لك عندك الملف الصور بتاع الاندرويد مش تتحط في اي حته كده الصور، لا الصوره لو ما اتحطتش في الفولدرين دول لو اتنططت مش هيتقري الصوره مش هتقراها. طب ايه الفولدرين المسؤولين عن الصور؟ هما اتنين، يا ميب ماب يا درو ايبل. يا ميب ماب يا ايه؟ انت بقى استنصحت وحطيت الصوره في فولدر اسمه ايمجز يبقى بين ان يعرف يقراها. هو ما بيقراش الصور غير منين؟ او درو ايبل. اهي فين درو ايبل؟ اهو او ميب ماب. هات الصوره يا باشا اللي على الديسك توب اللي انت منزلها اهي. هات الصوره اللي انت منزلها. الصوره ايه؟ خدها قط وحطها لي، كليك يمين في درو ايبل بيست اوكي، مش في فيرجن 24 لا العاديه اوكي. هتنزل بالاسم ده ماشي اوكي. نزلت الصوره نزلت اهي ام تي اي لوجو لايت داش ريبوت صح. عايز اشيلها واحط الخاص محمد جهاد. جهاد
الخاصيه دي يا جهاد الملف ده اسمه ملف مانيفست. ملف المانيفست اول حاجه فيه خاصيه اسمها ليبل. خاصيه ليبل دي مسؤوله عن ايه؟ تغيير عنوان الابلكيشن التايتل لما يتسطب عند الناس ينزل باسم ايه. واخد بالك؟ مكتوب ايه هنا؟ ات. اول لما تلاقي ات تعرف ان اللي وراها يا فولدر يا فايل. يبقى كده في فايل اسمه ايه؟ اهو. وجواه حاجه اسمها اب نيم. سترنج اهي اب نيم اهي شايله ايه؟ يبقى معنى كده الليبل بتاع الابلكيشن اسمه ايه؟ امتي اي يونيفرستي. لا ندى للي هناك يا خياجات. خدت بالك؟ ندى للاب نيم. كل ما تحتاج امتي اي يونيفرستي اكتب ايه؟ ات سترنج اب نيم اوتوماتيك. ليه؟ افرض انت امتي اي يونيفرستي هتستخدمها في 10 حاجات 10 شاشات هتقعد تكتب امتي اي امتي اي امتي اي. افرض بعد كده الدكتور قال لك غيرها لاكاديميه الشروق تقعد تغير كم مره؟ 10. اما قال لك لا هنا اد سترنج اب نيم اد سترنج اب نيم اد سترنج اب نيم اد سترنج اب. يوم ما تغير غير فين؟ في الملف بتاع سترنج اب نيم. ده اول وظيفه. تاني وظيفه وظيفه الايكون. الايكون لما تحب الناس تسطب الابلكيشن بتاعك ينزل بانهي ايكون على الابلكيشن على الموبايل عندك؟ ينزل زي الاي زي الواتساب خضره كده. دي معناها ايه؟ كده عايز ثانيه واحده. يا دكتور يا دكتور. يبقى تاني وظيفه الايكون. الايكون ده مسؤول عن تغيير اللوجو بتاع الابلكيشن لما يتسطب عند الناس هينزل بايه؟ ات ايه؟ ميب ماب معناها فولدر او ملف. تمام؟ اسمه ميب ماب اهو. جواه حاجه اسمها اي سي لانشر اهي. فين بقى دي؟ لو فتحتها كليك يمين شو ان اكسبلورر هتفتح لك. ده الشكل المتعارف عليه الطبيعي اللي هيتحط باللوجو بتاعك. لا انا عايز اغير اللوجو. خلاص جبنا لوجو من على النت بتاع ام تي اي وسيفناه وخدناه. قال لك المكان بتاع الصور هو مكانين يا درو ايبل يا ميب ماب. حطيت الصوره بره دول مش هتتقبل. انا حطيتها جوه درو ايبل والصوره اهي ام تي اي لوجو. تعالى بقى عايز انادي عليها هنا. لا متعرف ما هي درو ايبل يا ميد ماب. بص اهي بقى هاجي هنا بقى الايكون موجوده فين؟ يعني هما الاثنين واحد. لا يا كده يا كده اللي يعجبك براحتك. انا انت حطيتها فين؟ حطيتها فين هنا يا محمد؟ احمد حطيتها فين هنا يا احمد؟ درو ايبل. بص كنترول مسطره. حلو درو ايبل ام تي اي موجوده اهي. تمام خلصت. عايز تتاكد كده بيلد ريبيلد. بيلد ريبيلد اتاكد ان في لو في غلط. بيلد ريبيلد لو في غلط. بص بقى قال لك في مشكله. المشكله في ايه؟ بيلد ريبيلد تاني اهو. اقرا ما انا عارف اقرا. دي اندرويد سورس درو ايبل. اسم الصورة ايرور ايه؟ داش. قال لك اسم الصورة اللي هتحطها جوه الابليكيشن ولا تبدأ برقم ولا يكون فيها مسافات ولا فيها حروف كابيتال ولا فيها حروف كابيتال. تمام؟ ولا فيها اي رموز خاصة ولا تكون مساحتها كبيرة. شوف الايرور اللي هو مش برمجة اللي هو بسبب الصورة بتاعت حضرتك اسمها. اسمها ودي اوحش انواع الاخطاء. تخليك تلف حوالين نفسك. يا ترى الايرور مش عارف لو برمجه هيقول لك في انهي سطر وهتخلص نفسك. اما مشكله الايرور في اسم الصوره. هنا بيقول لك الصوره مالها الصوره؟ ده طلع اسمها غلط. ابعد عن ايه؟ مسافات. برقم في اول الاسم. كابيتال لا. كبيره لا. يعني ما تعديش الميجات. خلاص قول له عينيا. خش على الدرو ايبل كده شو ان اكسبلورر. درو ايبل ايه؟ غيرها. ام تي اي بس. بيلد ريبيلد. عينك على ران تاسك هنا. تاسكز شيك لوجز فور ديتيلز. ما اتغيرتش دي. مش هي غيرت؟ هي بقت ايه بس؟ ام تي اي اهي.
بيلد ريبيلد. عينك على ران تاسكس. اول لما تبقى اوكي زي البهوات دول يبقى تمام وتكمل شغل. انجز يا عم، لسه عملنا حاجه. تمام كده، تمام. شفت الايرور وراه السبب ايه؟ يبقى دي تاني وظيفه من وظائف مين؟ الاندرويد مانيفست. تالت وظيفه بيجمع كل الاكتيفيتي بتاعت حضرتك اللي هي كل الشاشات. عندك كام شاشه هنا؟ انت بنيت كام شاشه دلوقتي؟ هي واحده موجوده. ابني الشاشه الجديده كده تبنيها ازاي؟ بص يا ريس، اقف على اب، كليك يمين، نيو اكتيفيتي جالري. جهاد، انت درست فيجوال ستوديو؟ درست ويب؟ حلو. الشاشه بيتقال عليها ايه؟ بيج، صفحه، صح ولا غلط؟ في الديسك توب او الويندوز بيتقال عليها فورما، شاشه، فورمز. هنا الشاشه عندنا بيتقال عليها اكتيفيتي، بالظبط. بس بيتقال عندنا هنا مسمى اكتيفيتي. حضرتك هنا بيتقال عليك عميل، في الاكاديميه بيتقال عليك طالب. لو لا قدر الله دخلت مستشفى بيتقال عليك مريض. لو دخلت بنك بيتقال عليك عميل. لو دخلت اسم الله اعلم، تمام. فهي كل واحد حسب المسمى بتاعه، تمام. هنا في الاندرويد الشاشه بيتقال عليها اكتيفيتي. لو بتدرس او بتدرس ديسك توب ابلكيشن او ويندوز ابلكيشن بيتقال عليها فورم. لو بتدرس ويب بيتقال عليها بيج، تمام. اكتيفيتي دي شاشات الاكتيفيتي يا استاذ جهاد، تمام. هنعمل اكتيفيتي جديده اهي. يبقى كده هنبني كام واحده؟ نيكست من تو فينيش. كده انا بنيت اتنين. خش على اندرويد مانيفست، عندك كام شاشه؟ سيبه يحمل مع نفسه. كام اكتيفيتي؟ واحده اهي والتانية اهي. يبقى عشان اهو، ادي الاولى وادي التانية، اهي الاولى وادي التانية. يبقى لو انا جبت لك ابلكيشن على طول خش على المانيفست اعرف في كام شاشة، ما تقعدش تشغل بالك. خدت بالك؟ يبقى الملف المانيفست اللي قدام عينك ده اسمه اندرويد مانيفست يا جهاد. الملف اللي قدام عينك ده اول وظيفة ليه، بيغير التايتل بتاع الابلكيشن. تاني وظيفة بيغير الايكون. تالت وظيفة بيجمع كل الاكتيفيتي بتاعت حضرتك. رابع وظيفة، حضرتك دلوقتي لما تعمل رن على الابلكيشن ده وتشغله، اول شاشة هتشتغل هي اول شاشة انت بنيتها. اول شاشة هتظهر قدام المستخدم هي ايه؟ اول شاشة انت بنيتها. طب افرض انت طلب منك ابلكيشن بكام شاشة يا عم؟ بستة. لقيت اسهل واحدة هي رقم اربعة فبدأت بيها، قلت دي ايه؟ اخدها واخلص وانجز. بعد كده رحت بدأت رقم خمسة سهلة، بعد كده رحت بدأت رقم ستة. مع العلم المفروض اول شاشة تظهر قدام المستخدم مين؟ هي الأولى. بس أنت بدأت برقم كام؟ عشان بالنسبة لك هسهل وهتنجز في الوقت وتلحق تخلص شغل. أما الأولى لقيتها صعبة، لا اركنها على جنب، أما هي افضلها شوية، أما دي هتاخد مني وقت ساعة كده وأخلصها. فبدأت برقم أربعة. قال لك كده لما تيجي تعمل رن هتلاقي رقم أربعة هتظهر في الأول عشان أنت أول واحدة بنيتها. طب أنا عايز أغير، عايز أخلي الأولى هي اللي تظهر. يبقى الوظيفة الرابعة للأندرويد مانيفست تحديد الشاشه اللي هتظهر مع بدايه التشغيل، اللي هو بيسموها اللانشر او المين اللي هي البدايه. تحديد الشاشه اللي هتظهر في الاول، بس الافتراض ان واحده تظهر في الاول، اول واحده هتبنيها. ومش بالضروره اول واحده تبنيها هي اول واحده تشتغل. وجيت اديتك مثال اهو، انا عايز شغال، انا عن نفسي كشغل لما باجي اشتغل اسهل شيء ببدا بيه وانجزها واخلص. بقى انا فاضي مثلا ساعتين زمن وعارف الشاشه تاخد ساعتين انجز. اما الشاشه رقم الاولى هتاخد 3 4 ساعات تلاقي الكلام على جنب مروح. خدت بالك؟ فبتنجز. قال لك ازاي بقى؟ عندك الشاشتين قدام عينك اهو، شاشه واحد وشاشه اتنين. شايف حضرتك الثلاث اربع سطور دول اللي موجودين في مين؟ لو خدتهم قط وحطيتهم عند المين 2 كده انت قلت الشاشه الثانيه هي اللي هتظهر لك. لو خدت الشاشه، بص الكود ده بيقول لك ايه بقى. بص انت انت فلتر بتقول تديها خاصيتين، واحده لمين وايه؟ مين ولانشر هما نفس المعنى، صح ولا غلط؟ مين يعني الرئيسيه ولانشر يعني البدايه.
كده انت قلت المين تو خدت صفه المين واللانشر، يبقى قيمه البدايه لو خدت دي قط وحطيتها هنا يبقى تقصد على مين ايه؟ مين 1 اللي هي 4 المفروض ايه؟ اللي هي انا كنت مثلا اه. يبقى انت لو خدت الثلاث سطور دول تحطهم في انهي شاشه؟ اللي انت عايزها تظهر في الاول. اللي انت عايزها تظهر فين؟ في الاول. تمام؟ حطيتها هنا يبقى مين 1، حطيتها هنا يبقى مين 2 اللي هتظهر في الاول. تمام؟ هيبدا يحمل. دي الوظيفه الرابعه للاندرويد ايه؟ مانيفست. الوظيفه الخامسه، الوظيفه الخامسه الابلكيشن بتاع حضرتك ده يا ريس، في ساعات لما بتيجوا تسطبوا ابلكيشن تمام وخلص تسطيب وبتدوس انستول، يقول لك خلي بالك قبل ما تسطب الابلكيشن ده من حقه يبص على الكونتاكت والجاليري والواي فاي والانترنت. موافق؟ بيرميشن موافق؟ مش بيظهر قدامكم كده كلنا بتدوس انستول. ما انت لو موافقتش مش هتسطب، ما انت لو موافقتش مش هتسطب، صح ولا غلط؟ فدي بيرميشن. ازاي تخلي الابلكيشن بتاعك، ازاي تخلي الابلكيشن بتاعك ياخد صلاحيات انه ياكسس على الجاليري؟ ليه؟ مش انا قلت لك المره اللي فاتت هنعمل نتعامل مع الكاميرا؟ طب الاول لازم الابلكيشن تكون سامح له انه يتعامل مع الكاميرا، بعد كده اكتب الكود اللي يفتح الكاميرا. اما لو انت معاك الكود اللي بيفتح الكاميرا وما اديتش بيرميشن مش هيشتغل. لازم تكون مد صلاحيه الاول. خلاص انا فوضتك تروح تسحب من البنك من حسابي، تمام؟ خلاص فوضتك روح اسحب بقى. انت مش معنى انا فوضتك بقى انت كده خلاص الكود اشتغل، لا. يبقى دي اسمه البرميشن. ازاي تتم بقى البرميشن دي؟ قال لك في الاندرويد مانيفست. بص يا سيدي تعالى في الحته دي، يوزز بيرميشن هيظهر لك كل الصلاحيات اللي تعرفها ولا ما تعرفهاش. عايز صلاحيه تبص على الكاميرا اهي يا سيدي، تستخدم الكاميرا. طب عايز صلاحيه تبعت اس ام اس اهي. طب عايز صلاحيه تعمل اتصال، شفت اخر حاجه فيرجن لول اكس لما تدوس على رقم التليفون يتصل على طول؟ كنا زمان بنيه باخد الرقم في ورقه وبعد كده ابدا اتصل بيه، صح ولا غلط؟ كنا بنعمل كده زمان. النهارده برده حتى الفيسبوك عملها، تدوس على رقم التليفون يتصل، دي اهي كول فون. عارف اول ما نزلت البرميشن دي تمام، واحد ابن نصح عمل ايه؟ راح عمل ابلكيشن وحط فيه زرار تمام مرحبا، اضغط هنا لظهور رساله مرحبا. الناس راحت تنزل، راح حط تحت سكوت ده ايه؟ نجمه مش عارف 550 شباك، رقم تليفونه نجمه 20 جنيه كول فون. خلاه يعمل اتصال، واتصال بالرقم ده يبعت 20 جنيه في التليفون. خد بالك؟ ده كول فون. ازاي تعمل اتصال؟ دي سهله جدا اهو، خدمه كول فون. في عندك واحده ثانيه التعامل مع مين؟ انترنت. واحده ثالثه الاستورج، الفيسبوك بيتعامل، واتساب بيتعامل معاها، ريد ورايت. انت مش لما ببعت لك صوره على الواتساب بتتسجل على الجاليري ده اسمه رايت، وتقدر تفتح الجاليري وتبعت صوره ده اسمه ريد. الكونتاكت ريد ورايت، مش ممكن تبعت اسم من الواتساب ولو جالك اسم تسجله على الكونتاكت ده رايت. مش معنى انك خدت صلاحيه ريد كونتاكت مش معنى كده ان الكود شغال، لا، انت عملت الصلاحيه، هدي الكود بقى اللي يعمل ريد للكونتاكت. مش معنى انك كتبت لي كده كده ان كود الكاميرا خلاص اشتغل عندك، لا، انت كده اديت بيرميشن انك تتعامل مع مين. هات بقى الكود اللي يفتح الكاميرا ويلقط صوره، خدت بالك؟ اما لو انت معاك الكود بدون البيرميشن مش هيشتغل، معاك البيرميشن بس مش هيشتغل، خدت بالك؟ فخد بالك من الحته دي. ممكن تدي اكتر من بيرميشن اهو، انترنت البيرميشن الشهير اللي كلنا عارفينه الايه؟ اللوكيشن. عشان تفتح الماب بيقول لك تفتح اكسس على اللوكيشن اهو كده. البرنامج ده لما يتسطب هيأكسس على الكاميرا والانترنت، ليك حق تعمل الكلام ده، بس اكتب الكود بقى اللي يعمل الكلام ده، واخد بالك؟ دي الوظيفه الثالثه بتاعت مين؟ او الخامسه بتاع الاندرويد مانيفست. دي الخمس وظائف بتوع الاندرويد مانيفست: 1 تغيير التايتل بتاع الابلكيشن، 2 تغيير الايكون، 3 تغيير انهي شاشه تظهر في الاول، 4 بيجمع كل الاكتيفيتي بتاع المشروع او الابلكيشن، 5 بتدي صلاحيه للايه؟ للابلكيشن.
فاهم؟ طب هي الصفحة دي ممكن مثلا أنا أقفل الموبايل والأبلكيشن على الموبايل، ممكن الأبلكيشن يعني الأدمن بتاعه يتحكم في الكاميرا؟ ده هاكرز بقى، ممكن ممكن هاكرز، ممكن تكتب كود افتح لك الكاميرا وانت بره وخليك الكود يتفتح. يعني انت عندنا حاجه اسمها دو ان باك جراوند، ان الكود يشتغل وهو الابلكيشن مقفول، تمام؟ عارف فاكر في مره يقول لك ايه، عملوا برنامج بيسجل المكالمات حتى لو الابلكيشن مقفول، حتى لو الموبايل مقفول، ده بيسموه اسمه دو ان باك جراوند. تعمل برنامج بسيط كده ويشغله في الخلفيه بالبلدي كده، تمام؟ وتلاقيه عمال يسجل لك المكالمات وبيبعت التسجيل ده على سيرفر. ايه؟ اصحابي معاهم شاومي، لما بيتكلم في التليفون المكالمة بتتسجل اوتوماتيك. وبتروح فين؟ بتفضل على الموبايل، معرفش بقى بتتبعت زي ما حضرتك بتقول ولا لا، بس اللي انا عارفه هو بص، لو هتتبعت يبقى لازم يكون في نت. تمام. هو اكيد لو هتتبعت بره يبقى لازم يكون في نت. واخد بالك؟ يعني دايما يجي يقول لك ايه الواتساب ده؟ الواتساب ده مش برايفت، الواتساب بابليك، وانا قلت لكم المره اللي فاتت. بابليك. يعني كل الرسايل بتسجلها على سيرفر. وكل رسائلك متشافه، تمام؟ بس طبعا للادمن، خدت بالك؟ وانا قلت لكم مره فاتت اكبر دليل انك لو الموبايل بتاعك ضاع وبتعمل ريستور للواتساب باك اب بينزل الرسائل بتاعته. صح ولا غلط؟ يعني معنى كده العبره مش على الموبايل، ده طلعت على سيرفر على كلاود وتنزل منه، خدت بالك؟ اصل شاومي ده مصري. صح؟ مصري، شاومي ده مصري. ده كارثه دي على فكره. ده ممكن يكون هم اللي منزلينه اللي ما يتسموا عشان يظبطونا، تمام؟ طيب دي فكره مين؟ الاندرويد مانيفست. طيب وقف الفيديو ده.